بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يتعلق بفضاء الحالة، state space يعني فضاء الحالة. شنو state؟ الستيت هي الكمية الفيزياوية بالمنظومة، تيار، ضغوطية، قدرة، طاقة، عزم، تعجيل، سرعة زاوية، إزاحة زاوية، هاي كلها ستيت، كميات فيزياوية. ليش سموه فضاء الحالة؟ لأن هنا راح نمثل الستيت مع بعض. يعني مثلا أنا آخذ العلاقة بين تيارين وفولتين، هذا مثل علاقة، مثلا أخذ علاقة بين الإزاحة والسرعة والعزم، أرسمهم، هاي العلاقة فضاء، يعني أنا سويت سبيس، هذا معناه. زين، هذا الفصل بمن يختص؟ هذا الفصل يختص بحيز الزمن، على خلاف الفصول السابقة بمن تختص بحيز التردد. يعني بالفصل 3 بدينا بمعادلة تفاضلية، بمن انتهينا؟ انتهينا بدالة انتقالية، معادلة تفاضلية، وانتهينا بدالة انتقالية. الآن من المعادلة التفاضلية بدينا بها نريد نكمل، فنبقى نستمر بحيز الزمن، ما أريد حيز التردد بهذا الفصل، أريد حيز الزمن. ليش أريد حيز الزمن؟ لأن نريد نتخصص بتمثيل الكمية الفيزياوية مع الزمن، نموها مع الزمن. نريد نلاحظ الدايناميك، يعني شنو دايناميك؟ هذا الدايناميك يقصد النمو الكمية الفيزياوية مع الزمن، تيار مع الزمن. أريد أرسم تيار مع الزمن، إذن أنا بحيز الزمن، فولتية مع الزمن، قدرة مع الزمن، إزاحة مع الزمن، تعجيل مع الزمن، سرعة مع الزمن، عزم مع الزمن، هذا كله في حيز الزمن. زين، هاي الكمية الفيزياوية في يعني إذا أرسم الكميات مع بعض، يعني أرسمهم بالستيت سبيس، ولهذا سميت بفضاء الحالة. هذا الفصل يختص بحيز الزمن، لأن يبين لنا التغير بالكمية الفيزيائية مع الزمن. والفصل هذا يمثل ب قلنا شوف هاي المعادلة التفاضلية اللي شفناها بفصل 3. فصل 3 منا طلقنا ومثلنا الدالة الانتقالية، الدالة الانتقالية بحيز التردد اشتقيناها من معادلة تفاضلية. الآن احنا من المعادلة التفاضلية هاي نريد نمثل فضاء الحالة. زين، بأي طريقة نقول بما أن هي واي كمية فيزياوية، واي كمية فيزياوية، ومشتقتها هم كمية فيزياوية، ومشتقتها الثانية هم كمية فيزياوية أخرى، ومشتقتها النونية هم كمية فيزياوية أخرى. هنا أكو N من الكميات الفيزياوية، مثل بالآر إل سي عندي X، عندي تيار مشتقة ومشتقة الثانية، لأن عندي كميتين فيزياوية بالـ RLC، فولتية المتسعة وتيار المحاثة بالـ RLC التوالي. فإذا هاي الكميات الفيزياوية أو هاي المعادلة التفاضلية الواي والمشتقات أقدر أحولهم إلى صيغة ثانية. شلون؟ أبدأ أسوي عملية إسناد. هاي عملية إسناد، يعني صار عندي السيستم هو هذا، هاي المعادلة التفاضلية هو الموديل الرياضي، خدناه بشابتر 3، وقلنا الأيات هذول الأي هو معاملات النظام، ثوابت النظام، وهم ثوابت مع الزمن، بس الواي متغيرات، واليو أنبوت للنظام. أوكي، هسه نجي فرضية، راح أفرض فرضية أفرض. شنو الفرضية؟ أسوي إحلال جديد بدلالة إكس، أقول المتغير الأول x1، المتغير الثاني اللي هو y dot، قلنا الإزاحة شنو مشتقتها، شنو السرعة مشتقة الإزاحة، متغير ثاني اسمه x2، إلى أن أوصل إلى xn، يعني كم متغير عندي بالنظام، n من المتغيرات، وهو الواي والمشتقات، y ومشتقات n من المتغيرات، سميت بدلالة xات، x1 x2 x3، عملية إحلال إسناد بس. يعني أنا أسندت لتر جديدة، رموز جديدة، هذه الإسناد. هسه يجي الخطوة الثانية، x1 يساوي y، زين x1 دوت يساوي y دوت،
زين هو واي دوت اصلا شو يساوي؟ اكس 2، فصار اكس 1 دوت يساوي شنو؟ اكس. زين اكس 2 دوت يساوي اكس 3، لان هو اكس 2 دوت يساوي واي دبل دوت ويساوي اكس 3. لاحظ هاي السلسله صارت عندي معادلات تفاضليه من يا مرتبه ان. كم معادله تفاضليه؟ ان من يا مرتبه من الاولى. عندي ان من المعادلات التفاضليه من المرتبه الاولى. هاي معادله، هاي معادله، هنا معادله x دوت n ناقص 1 xn، x دوت n هي هاي المعادله الاخيره. زين هاي المعادله الاخيره، لان قلنا كل 1 قابلها 2، 2 تقابلها 3، n ناقص 1 قابلها n. زين والn ما تقابلها n زائد 1، اذا n ناقص 1 تقابلها n، والn ما عندنا n زائد 1. زين الn شنو هي؟ هاي x دوت n شو تقابلها؟ اشتق هاي، هاي اذا اشتقها هي مشتقه n ناقص 1، واشتقها بعد مشتقه شو تصير؟ n. واي ان شو تساوي؟ هاي واي المشتقه n شو تساوي؟ تساوي يو ناقص هذا الحد بالكامل. هاي واي مشتقه يو ناقص هذا الحد. هسه اجي لاحظ، شوف يو ناقص ناقص هذا، هذا ناقص شباب، هذا الصالحون يسوونه ناقص، خطا هذا، احتمال واحد من الطلاب شاخط عليه ما ادري، خطا هذا زائد ناقص. شوفوا نقلنا كل حدود صار سالب وجمعناه بيو، هذني راح ننقله للطرف الثاني يصير يو موجب والبقيه كل سالب. زين واي شو تمثل؟ تمثل اكس 1. زين واي دوت تمثل اكس 2 الى شوف شوف واي اكس 1 هاي واي، هاي اكس 2 اكس 3 اكس 4 الى اكس ان. هاي اصبحت عندي معادله تفاضليه اخيرا هم فيرست اوردر، ولكن عدد المعادلات ان، ان من المعادلات التفاضلية، واعلى مشتقة بها الدوت. زين هاي الصيغة اقدر اكتبها مصفوفة؟ اقدر، راح اكتبها بصيغة مصفوفة. شوفوا هسه هنا كتبتها، عندي عمود اسمه الاكس، اكسات من اكس 1 الى اكس ان عمود، وعندي مصفوفة. هسه اجي هاي، هاي المعادلة الأولى بها معاملات x1 صفر، معاملات x2 واحد، معاملات x3 صفر، معاملات x4 صفر، معاملات x5 صفر، إلى معاملات xn صفر. أوكي زين، وهاي المعادلة بها معاملات x1 صفر، معاملات x2 صفر، معاملات x3 واحد، معاملات x4 صفر، معاملات x5 صفر، إلى xn معاملاتها صفر. زين والوراها نفس الشيء. زين هاي المعادلة معاملات x1 صفر، معاملات x2 صفر، معاملات x3 صفر، معاملات x4 صفر، إلى xn معاملاتها واحد. زين والمعادلة الأخيرة؟ لا، كل المعاملات موجودة ويا حد إضافي اسمه يو. زين يو هنا وين موجود؟ معاملاتها صفر، صفر يو، صفر يو، صفر يو، صفر يو، واحد يو. راح اكتبها مصفوفة، سميتها اي، صفر واحد صفر 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 صفر. شوف الواحد شلون يتنقل الى ان يوصل الى اخر شيء هنا، والاخيرة هاي. هاي المعاملات موجودة، كل المعاملات موجودة بالمعادلة الاخيرة. زين اليو وين راحت؟ زائدا مصفوفة مال اليو وينها؟ هاي مصفرة معاملات اليو الا اليو الاخيرة واحد، فصار عندي. زين والاكس دوت فيكتور اسمه اكس دوت، عمود اسمه اكس دوت. زين شنو صار عندي؟ صار مصفوفة ثابت في مضروبة في فيكتور اكس، مصفوفة ثابت مضروبة في اليو. هسه يجي اذا اضرب هذا هنا، راح اخلي الاكس هنا، خلي الاكس هنا واضرب. شلون تنضرب؟ عمود في مصفوفة،
هذا العمود ينضرب بالصف الأول بالكامل وينجمع، العمود ينضرب بالصف الثاني بالكامل وينجمع، ينضرب بالصف الثالث بالكامل وينجمع، إلى ينضرب بالصف الأخير. ترجع المعادلة نفسها، نفس المعادلة الأخيرة، وينجمع. زين اليو راح ينضرب هنا، اليو يو اليو سكيلر واحد، الأنبوت واحد، يعني قصدي متغير واحد مو فيكتر. تنتبه هنا، شوفوا شباب هذا اللون الإكس أسود، اليو سكيلر واحد، اليو راح ينضرب بالمصفوفة بي ينتج عنها يو فقط، يو ها هي المصفوفة، ها هي. في منظومات التحكم أو في المنظومات نقدر نختار أي ستيت أو أي كمية فيزياوية هي أوتبوت. فإحنا الآن حسب الفرضية منو الأوتبوت، فرضية فرضنا X1 تساوي Y، خلينا نقول هذا هو الأوتبوت، هاي فرضيتنا X1 تساوي Y. إذن Y تساوي X1، خلينا نروح نشوف Y شلون نساويها، نكتبها هاي X1 تساوي Y، هاي مصفوفة واحد صفر 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 N من ال، هاي N صفر N، وهذا X. اضرب هذا العمود في الصف، اذا تضرب عمود في صف شو يصير؟ يصير X1 في واحد، X2 في صفر، X3 زائد، X3 في صفر زائد، X4 في صفر زائد، Xn في صفر، فيطلع Y تساوي X1. فهاي اذا صارت عندنا هسه مصفوفة، هاي Y يساوي CX. كم مصفوفة عندنا؟ A B C، A B C السيستم، هذا السيستم صار، لاحظ هسه السيستم A X زائد B U ال X دوت، Y تساوي C X. ثلاث لاحظ X دوت يساوي A X زائد B U وواي يساوي سي اكس، كتبناها بصيغة المصفوفات. زين لو كان عندنا المعادلة التفاضلية مكتوبة بصيغة شوية أكثر تفصيل، هاي العامة أكثر عمومية، وهي اليو ما موجودة بس هي اليو، الواي والمشتقات على اليسار، وعلى اليمين يو والمشتقات. احنا بالمعادلة السابقة فقط يو، هنا لا، يو ومشتقاته، هاي ممكن تصير ساين زائد كوساين، كوساين هي مشتقات الساين، تصير يو والمشتقات، يو والمشتقات. هاي المعادلة أكثر عمومية، الفرضية تختلف. شنو الفرضية كانت عندنا؟ هاي ما موجودة، الفرضية الأولى هذا الحد ما موجود، ها X1 يساوي Y، هاي فرضيتنا. هنا بسبب وجود هاي المشتقات لليو، يو يو دوت، يو دبل دوت، يو تربل دوت، يو مشتقة N ناقص واحد، يو للمشتقة N، البيات هذول معاملات، الأي معاملات النظام، والبي هاي معاملات للأنبوت، لأن الواي والمشتقات تمثل أنبوت للمصفوفة. زين هاي الفرضية واي يساوي ناقص بيتا نوت يو، شوف مضروبة باليو. زين بيتا شنو؟ بيتا to be determined، يعني راح المفروض تتحدد بي مجهول، بيتا مجهول. زين X1 X2 لا، هاي نحفظها، هاي الصيغة للحفظ، حفظ هاي واي ناقص بيتا نوت يو. زين X2 Y دوت ناقص بيتا نوت يو دوت ناقص بيتا 1 يو، لاحظ شوف متسلسلة. زين واي دوت يساوي واي دوت يساوي واي دوت، هاي واي دوت، واي دوت تساوي اكس 1 دوت زائد هذا الحد، عوض عنه يطلع فقط اكس 1 دوت، لان هذا الحد من تشتق هذا يطلع هذا بإشارة ثانية تجمعهم ويروح، هاي من هاي هم نشتقها لأن واي دوت نعوضها، طلعت هاي إكس وان دوت ناقصا بيتا وان يو.
زين اكس 3 دوت اكس 2 دوت ناقصا بيتا 2 يو اكس 4 دوت اكس ان اكس ان ناقص 1 دوت ناقص بيتا عن ناقص 1 يو. ها نجي هسه فقط احنا نحفظ هذا، احنا قلنا نحفظ هاي نحفظها، هاي نحفظها بتحديد، هاي نحفظها. هسه نجي بيتا شو تساوي لي؟ احنا قلنا البيتا ما نعرفهم لازم نحددهم. بيتا نوت هي بي نوت، زين نجي بي نوت، هاي بي نوت، هاي الشباب، هاي بي نوت، تنتبهون هاي بي نوت وليس بي وان، صحوه هاي صحونا سوينا بي نوت. زين بيتا 1 بي 1 ناقص اي 1 بيتا نوت، بيتا نوت منين نجيبها؟ منا بي 1 منين نجيبها؟ من المعادله الاصليه. بيتا 2 بيتا من المعادله الاصليه، بيتا 1 هاي، بيتا نوت هاي، بيتا 3 هاي، بي 3 بي 3 من المعادله، بيتا 2 هاي، بيتا نوت هاي الاصليه، وهكذا نحسب البي البيتا. فسيصير عندنا شنو اللي اختلف؟ اللي اختلف مصفوفة النظام نفسها، لان النظام ما تغير. هاي الاي يسمونها مصفوفة النظام، هاي ما تتغير، ما لها علاقة بشكل الانبوت. مصفوفة النظام ما الانبوت ما يغيرها، ما لها علاقة، ثابتة، لان هو النظام اي انبوت ما يغيرها. اوكي هاي مصفوفة منو تغير؟ مصفوفة بي اللي هي يسمونها مصفوفة الانبوت، هاي العمود. شنو كانت بالسابق؟ كانت صفر 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 واحد، هسه بيتات، ها شوفها بيتات. زين بعد عندنا يصير عندنا هاي المصفوفة اسمها دي، دي يو كانت ما موجودة بالسابق. شوف الحالة الأعم، هاي العامة، هاي الحالة العامة، ذيك الحالة الخاصة أقدر أخصصها. هاي هسه إذا أرجعها هذني أصفرهن كلهن صفر، وهاي صفر ترجع الحالة الخاصة. بس لا ننسى هاي يسمونها مصفوفة النظام، هاي مصفوفة النظام. هذا التمثيل، هذا هو التمثيل العام، يسمونه ستيت سبيس. هذا يسمى ستيت سبيس، أي تسمى بالسيستم ماتريكس، بي تسمى بالانبوت ماتريكس، سي تسمى بالاوتبوت ماتريكس، دي تسمى بالديستربنس ماتريكس. هاي مصفوفة، هاي هي يسمونها الستيت سبيس. هذا التمثيل هو تمثيل الستيت سبيس.